القصص الجميلة اللي انت بتبعتها لنا، ان شاء الله الحلقة الجاية هنقول منها شوية قصص حلوين. وهقول حبة اسامي بقى على الناس حبايبنا اللي بيكلمونا ان شاء الله بعد شوية لما شيش دول بقى. يا دعوة حلوة دي، ربنا يخليك اسلام ابونا بقى يا شيخ ربنا. النبي، تسلم، ربنا يكفيك شر اولاد الحرام يا شيخ. احنا وانت وجميع ما خلق. اللهم امين يا رب. تسلم، اول مره على تعيش، فكره نعمل معاك مداخله عشان تبقى عارفه. ربنا يكرمك. ان شاء ادي الله تسلم وتعيش، شرفتنا. ربنا يكرمك يا ماشي يا هنبتدي النهارده بقى نشوف الشيش ده هيتعمل ازاي. اول حاجه هنحط بقى التوابل بتاعته، التوابل العاديه اللي عندك في البيت، ما تروحش اللي يقول لك ده في توابل مخصوصه ومش مخصوصه وحاجات كده في اكياس مقفله وفي السوبر ماركت بقى لها كتير. روح عند العطار وجيب التوابل العاديه اللي بنستخدمها في البيت، الملح والفلفل والكمون والبهارات والفلفل الاحمر الحلو وشويه زعتر وشويه ملح، الحاجات العاديه الطبيعيه الحلوه من عند العطار. وكل الدول العربية فيها عطارين. وهنحط لها كوباية زبادي. وهنقلبها تقليبة حلوة. وهنحط شوية زيت صغيرين كده. كل الدول العربية عندها العطارين والعطارة الحلوة والحاجات الحلوة. انا عن نفسي اول ما اروح عند العطار اخش كده واشمشم كده، اشمشم كده في الريحة الحلوة، في البهارات الحلوة وفي الكزبرة الناشفة الحلوة، وادوق كده والاقي كده الحاجة الحلوة اروح جايباها. لكن ناس كتير بتستسهل وتخش السوبر ماركت تلاقي كيس مكتوب عليه قال ايه شي خلطة تحطيها للشيش قال يطلع حلو، قال شي مش عارفة بشاميل متجفف تدوبيه في لبن قال يطلع حلو. اعملي الحاجة طبيعية وبدب ايدك كده تبقى زي القشطة. لو تقدري تحطي الخلطه دي وتنقعيه شويه يشرب منها خير وبركه. عاوزه تعمليه على طول مفيش اي مشاكل. هنحط بقى عليه كل الخضار ده عشان ياخد منه طعم، عشان ياخد طعم يبقى كله ومتطعم من بعضه، ما يبقاش في حاجه حيقه وحاجه لا. وبعدين الوان حلوه للعيال، ما احنا بنقعد نقول اكلوا العيال حاجات حلوه وحاجات ملونه. دي بصلايه هنقطعها كده ايه يعني جنيحة، بس جنيحة عريضة شوية. ونورقها عشان هناخد منها، نورقها يعني نفصصها من بعضيها عشان هناخد منها ونشبك جوه لسياخ الخشب. دي ممكن أكلة تعمليها لو العيال احترتي بالليل أو عاوزة مثلا تغديهم، أكلة سهلة وبسيطة أهي. ورقيها كده دايما كده. بصي في الحاجة مفيش أحسن من صحتك وصحة عيالك، تبصي على الحاجة قبل ما تشتريها ودايما نقي الحاجة اللي تنفعك وتبقى حلوة. النهارده بقى حبيبنا سائر السرحان من الاردن قال لنا لازم يا النهارده يا غاليه نعيد على محمد دعبس عشان عيد ميلاده النهارده. كل سنه وانت طيب، ولو كنت يعني قدمت شويه بس ان شاء الله اعمل لك تورتايه على عيني. وعاوز اشكرك قوي قوي على كل القصص الجميله اللي انت بتبعتها لنا، ان شاء الله الحلقه الجايه هنقول منها شويه قصص حلوين. وهقول حبه اسامي بقى على الناس حبايبنا اللي بيكلمونا ان شاء الله بعد شويه لما شيش دول بقى اهو. هنقلب بقى كله يتطعم من بعض اهو. هنحط الملح والفلفل والزعتر والبهارات والكمون والفلفل الاسود وشويه زيت زيتون او زيت عادي وشويه قرن فلفل اخضر وبصلايه وقرن فلفل احمر، ولو في قرن فلفل اصفر يبقى حلو. وكله في قلبه بعضه كده. عاوزه تسيبيه ما نقعش اهو، عاوزه تسيبيه ما نقع شويه يجي ساعه وبعد كده تشيشيه براحتك. عاوزه تعمليه دلوقتي خير وبركه برده مش هيقول لا. العصيان دي رخيصه
الربط الكيس كبير كلنا عارفين شكله ب 2 جنيه ونص، بس قبل ما نعمل فيهم لازم تنقعيهم في ميه على الاقل ساعه عشان ما يخشوش الفرن يولعوا، او لو كنت هتشويهم على شوايه عشان عبال ما يستوي فيهم الاكل يكونوا يا دوبك الميه اللي دخلت فيهم نشفت، فطير يطلع معاكي حلو مش محروق. لكن لو جبتيها من الكيس عملتي فيه على طول هيتحرق ويبقى لانه خشب، فانقعيه في ميه يجي ساعه عشان يشرب ميه وما يتحرقش منه. هنجيب صينيه، الشيش ده بقى للي ما عندهاش شوايه بالكهرباء واللي مش عارفه تشويه في الفرن بتقول بيتحرق، ده هيبقى حلو وفي نفس الوقت تقدري تعملي منه اي اكله تحبيها. وهنفرش القعر بصل عشان البصل حلو للاطفال واحنا في الشتاء، كتري من البصل والثوم في الشتاء. البصل بقى مطبوخ او ني حلو ما بيضرش، لكن الثوم يعني او حلو للسكر قوي. القرفة والبصل للسكر حلوين قوي للي عندهم سكر اهو. لو ايه بقى كده، في طماطم كمان، العيال ياكلوا ويتبسطوا ويبقى زي الفل. جيبي صدور الفراخ مش فيليه، جيبيه صحيح، قولي للراجل قطعهولي صحيح، قطعهولي صحيح اهو، وترصيه على البصل كده. منه هينزل كل التوابل الحلوه دي على البصل، والبصل بقى تقدري تاكليه يبقى متطعم، واخد من طعم الفراخ ومن طعم الخلطه والزبادي والبصل والفلفل. يا ست سرور، الو، اهلا وسهلا. يا اهلا، كيفك يا ست غاليه؟ الله ياخد شيطان. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، كيف صحتك؟ الحمد لله انا بخير، طول ما بسمع صوتكم وانتوا بخير. الله يسعدك يا حياتي، والله اني احبك من كل قلبي قسما بالله. ربنا يخليكي من غير ما تحلفي، كلنا بنحبكم. الله يسعدك يا حياتي، الله يسعدك، وطبخك جدا رائع ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا اختي ده على قد الحال يعني، مش زيكم، وده انتوا يعني ما شاء الله عندكم كل حاجه حلوه. الله يسعدك، ما افوت لك ولا حلقه ما شاء الله عليكي. تشرف لينا. الله يسعدك يا حياتي، الله يسعدك يا حبيبتي. وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله بإذن الله، ومصر كلها طيبة إن شاء الله. يا أختي الله ده الناس بتسألني، الناس بتسألني على الفيسبوك تقول لي يا غالية تطبخي، اطبخي إيه النهاردة؟ اطبخي كذا، طب اعملي كذا. يعني انتوا اللي بتقولوا لي عليه غالية بتصبح تعمله على طول. لا أنا، إحنا بنحب كل اللي بتعمليه ما شاء الله تبارك الله، وإحنا بنشكرك ونشكر كل اللي قائمين على البرنامج هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا أختي تسلمي. قولي لي يا ست الكل، واحد بعت لي على الفيسبوك يقول لي يا غالية هتعملي إيه في السنة الجديدة؟ قولي لي أنت بقى، أنت عارفة غالية مش هتعرف تقول. لا إحنا كل اللي أنت بتعمليه إحنا بنحبه الصراحة، الله يسعدك. يلا يخليك ويكبر بخاطرك. الله يخليك يا عمري، ممكن رقمك بس؟ ارجع للكنترول ومحمد يديك الرقم على عيني. الله يسعدك، وكل سنه وانتم طيبين، وكل العاملين على البرنامج طيبين ان شاء الله. وانت طيبه، سلمي لي على البذوره اللي عندكم وعلى كل اللي عندك في الارض الطيبه. الله يسعدك، سلامي لبناتك وسلامي لماما ليلى اللي استضفتيها في حلقه من الحلقات. ان شاء الله تسلمي وتعيشي. الله يسعدك. الله يسعدك يا حياتي، شكرا يا اختي. كويس ان انت فاكرانا، فاكرانا بالطيب على طول. لا اي والله فاكراكم بكل طيب بصراحه، حلقه ماما ليلى بصراحه عجبتني جدا. رب. الله يسعدك يا حياتي، ده ماما ليلى دي ام الكل. الله يسعدك يا عمري، الله يسعدك، كل سنه وانتم طيبين، والله يستر عليكم ويوفقكم يا رب. ربنا يخليكي. ده احنا عندنا كمان واحدة حبيبتنا وصاحبتنا من المنصورة اسمها الحاجة فتحية، يا ريت تكلموها لأن بقالي كتير قلبي متوغوش عليها، بقالها كتير قوي ما كلمتناش. يا حياتي الله يطمنكم بيها بكل خير يا رب. تسلمي وتعيشي يا ست الحبايب، الله شرفتينا. الله يخليك، وانتي شرفتينا، وانا متشرفة اني تكلمت معاكي.
تسلميلي. الله يسعدك يا حياتي، مع السلامة. ألف سلام. الله يسلمك. حبايبنا من السعوديه والارض الطاهره والشيخ عبد الله، ان يعني انا بقول لكل حد بيكلمنا بالسعوديه الشيخ عبد الله الراجل الامير اللي اول ما عرفناه قلبنا انشرح وخيره يعني مغطي الجميع بسؤاله الجميل. ده كان شايل لي 20 وزه. انا طفست وكلت حبه ورقدت حبه. ان شاء الله بقى لما يجي المره الجايه اديله من التروه بتاعتها، لان في منه مرقداه على حسه وحظه حلو وطلعت وبقت زي الفل. كل اللي اتضايق منه وزه مش عاوزاه يقلق، ربنا هيبعت له 20 غيرها. كده احنا خلصنا الشيش خلاص وحطيناه في الصينيه، هنحطه في الفرن خليه على نار هاديه عشان يستوي وينس ويبقى حلو، ما يطلعش مشعوت ومش مستوي. اهو اهو. سعد ناس بيك والله العظيم حقيقه خالتي غاليه بامانه، يعني من الناس انا سعداء بيك، احنا كلنا بنقول عشان خاطر نسمعك في كل حلقاتي. ربنا يخليك، ربنا يكرمك. والاستاذ اسامه عامله لك كانت خبط في دماغه احيانا يا شيخه. وشفت بقى النصايح اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها دي؟ اه. كل كويس وامشي اكتر ونام اكتر. والاستاذ اسامه عامله الخبطه بتاعته عامله ايه اللي كانت في اورته؟ الحمد لله يا محسن بقى كويس دلوقتي. كويس الحمد لله يعني؟ ان شاء الله، والحلقه الجايه هيبقى معانا. خلاص يا عم ماشي يا عم، انا هتصل بيه ان شاء الله مخصوص كده واكلمه. ان شاء الله. تسلم. ربنا يفكش المرض للنبي وربنا يخلي لك عم احمد يا شيخ. الله يخليك يا اخويا، دعوه حلوه دي. ربنا يخليك يا ابو اكرم. ربنا تسلم. ربنا يكفيك شر اولاد الحرام يا شيخ. احنا وانت وجميع ما خلق. اللهم امين يا رب. تسلم. اول مره على فكره نعمل معاك مداخله عشان تبقى عارفه. ربنا يكرمك. ادي تسلم وتعيش، شرفتنا. ربنا يكرمك يا ماشي يا مع الف سلام. سلامه. الف الف مليون سلام. ادي الشيشه اهو، ادي الخلطه بتاعت البصل والطماطم اللي كانت تحتيه اهو، ممكن نحطها برضو كده، سهل وبسيط، لا محتاج يقول لك عاوزين شوايه ولا شوايه بالشيء الفلاني ولا الشوايات اللي بنشوفها عند يعني في التلفزيونات وفي المحطات الغاليه. خليكي ما تاكليش اصلا، تفضلي تقولي هتفكري تجيبيها منين عشان تعملي الاكل، بسيطه وزي الفل اهو وسهل وتقدري تعمليه في البيت. اهو العيال تاكل البصل ده في الشتاء، عيال كبار وصغير.